أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم ومقعدكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. نحن اليوم في أوائل هذا الشهر المبارك، شهر شعبان. شهر شعبان هذا الشهر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتنم فيه ما لا يغتنم في غيره إلا في رمضان، لا سيما عبادة الصيام، كما جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من عبادة الصيام في هذا الشهر المبارك، شهر شعبان، كما قالت عائشة: كانت يصوم حتى نقول لا يفطر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصوم المتتابع حتى قالت نقول لا يفطر، يعني كأنه يتابع في صيامه، ويفطر حتى نقول لا يصوم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم أيام متتابعات كثيرة ثم يقطع الصوم لعدة أيام كذلك. قالت: وما رأيته استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. الشهر الكامل الذي كان يصومه النبي عليه الصلاة والسلام هو شهر رمضان فقط. وما رأيته في شهر كان أكثر صيام منه في شعبان. في سائر أيام يعني العام، في سائر شهور العام، كان يكثر الصوم في شعبان أكثر ما يكثر في غيره. في هذا الشهر المبارك سئل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني إضافة إلى عبادة الصوم كان يجتهد كذلك في باقي الطاعات والعبادات والقربات. ولما سئل، كما جاء في الحديث عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم في من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. يعني ما لم أرك، يعني ما شفتكش تصوم في شهر من الشهور أكثر مما تصومه في شعبان. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، فيه ترفع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ترفع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى يومي الاثنين والخميس. على كل حال، هذا درس مستقل سيأتي بإذن الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب دائما أن يعرض عمله على الله عز وجل، أن يعرض عمله إلى الله سبحانه وتعالى وهو صائم. كان يصوم الاثنين والخميس، وكان يصوم كذلك يعني كان يكثر من الصيام في شهر شعبان حتى يعرض عمله على الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم صائم. إذن ويقال كذلك هذا الشهر هو شهر السقي، شهر رجب هو شهر الزرع كما يقول أهل العلم، وشهر شعبان هو شهر السقي، وشهر رمضان هو شهر يعني جني الثمار. إذن شهر شعبان هو شهر الاستعداد لشهر رمضان بمختلف العبادات وبمختلف القربات، حتى قال كذلك بأن شهر شعبان كما يقول السلف الصالح هو شهر القراء، هو شهر القراء. هذه المقولة تنسب لمجموعة من السلف الصالح، منهم سلمة بن سهيل رحمه الله، قال كان يقول شهر شعبان هو شهر القراء. كذلك حبيب بن ثابت كان إذا دخل شهر شعبان قال: هذا شهر القراء. وكذلك
من السلف الصالح من كان إذا دخل شهر شعبان اعتزل حتى يعني اعتزل عمله وتفرغ لقراءة القرآن وأكثر من قراءة القرآن. وللإشارة فقط في شهر شعبان كذلك كان تحويل القبلة من البيت المقدس إلى البيت الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتنم الفرصة وكان ويدعو الله سبحانه وتعالى حتى أنزل الله عز وجل قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. إذن في هذا الشهر المبارك كذلك كان تحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام. إذن ويسن الإكثار من الطاعات والإكثار من القربات استعدادا واستقبالا لشهر رمضان حتى يدخل علينا هذا الضيف الكريم وهذا الوافد المعطاء ونحن في روحانية ونحن في إيمان سائلين الله سبحانه وتعالى القبول والثبات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء آخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.